هسا انا عملت لكم اكسرسايز حلو كثير مشان نستغل كل شيء تعلمناه عن الدايناميك بلوك في هذا الاكسرسايز. خلينا نروح هون على اوبن ونروح هنا على دايناميك بلوك براكتس. هذا حيكون يعني تشالنج لان كيف نشتغل عليه. هلا هنا انا عندي طاوله، هذه طاوله يعني كونفرنس روم، يعني طاوله بتركب في الكونفرنس روم بتركب. طولها طبعا بيجي حوالي بيجي طولها 72 انش الطول، وعرضها بيجي عندي هون انا عاملها 36 انش. طبعا حواليها بيجي 8 كراسي، وهذه الطاوله طبعا في بيجي منها موديلز ثانيات، ففي بيجي منها موديلز بس العرض ثابت، بس بكون الطاوله طبعا اكبر واكبر واكبر. فبيجي منها موديل اللي هو اصغر من هاي اللي هي 48 انش، وموديل ثاني اللي هو بيجي 96 انش المصنع بصنعها، وموديل رابع بكون 120 انش. طبعا في موديل في الطوايل بيجي فيهن زي علبه في النص بتكون باور ستيشن، بكون فيها زي عظمات مشان تقدر تدخل الفيشه تبعت اللابتوب او تبعت البروجيكتر، مشان تكون في الطاوله هاي ثابته مشان تحط الفيش تبع اللابتوب والبروجيكتر وتوصل الباور لها. فهاي باور ستيشن بتكون موجوده في هذا التيبل، بس هذه الباور ستيشن بتكون اوبشنال، يعني انت بتختار بدك اياها باور ستيشن او مش باور ستيشن. فاذا بدنا نعمل دايناميك بلوك بحيث انه كل الشغلات هاي اللي حكيناها تكون موجوده فيها. فبدايه انه هذا كل واحد لحاله زي ما انتم شايفين، خلينا نعمل اول شيء البلوك. فهنا عندنا الهوم تاب مظبوط، فبنروح هنا نعمل كرييت لهذا البلوك، خليها نسميه هذا البلوك اللي هو الكونفرنس تيبل. كونفرنس تيبل ان شاء الله يكون السبيلنج تبعي صح، اشوف كونفرنس تيبل ممتاز. وخن داش دايناميك عشان نعرف انه هذا دايناميك. هلا هون بقول لي عندك سبيسيفاي اون سكرين اللي هي البيك بوينت، هاي البيك بوينت خلينا نختارها هسه اللي هي زاويه الطاوله من عند هون، بدي اياها هاي البيك بوينت، وبدي الاوبجكت انه بدي اختار كل هذول. خلينا نكبر السليكشن ويندو هون انتر، هاي دخلناها كل شيء تمام. طبعا انا اليونتس اللي بتعمل فيها هي انش، وهنا بدي افتح مباشره اللي هي اوبن ان بلوك، بدي اتاكد انها معمول لها تيك، وخلينا ندخل هون على البلوك اديتر هاب. هسا بداية انه انا الطاولة تبعتي طبعا انه بتيجي انه اطوالها مختلفة، اذا انا بدي اعمل استرتش لهي الطاولة مشان مع ستيبس مشان انه اقدر اطول الطاولة واصغرها. فهذه اول بارامتر بدنا ندخل عليها اللي هي مثلا اللينير بارامتر. خلينا نختار الفيرست بوينت اللي هي هاي الجهة من الطاولة، وعندي هاي السكند بوينت، وهي الديستانس، كل شيء تمام. هلا بدنا الديستانس هاي ندخل عليها اللي هي الاسترتش بارامتر تبعتي. فاذا خلينا اول شيء نشوف شو البروبرتيز تبعت الديستنس. خلينا نروح هنا ننزل على البروبرتيز ونتحكم في البروبرتيز تبع الديستنس، عند الفاليو 6 هون بالمره نخلص منها يعني. فبنحط اللي هو الانكريمنت بروبرتي، الانكريمنت مقداره اللي هو 24 انش انتر. طبعا المينيمم ديستنس رح تكون عندي اللي هي 40 انش، 48 انش اصغر طاوله، واكبر طاوله اللي هي حتكون عندي 120 انش. اذا هاي البروبرتيز تبعتها هاي جاهزه، فنطلع من هاي البروبرتي وهاي سكيب، هاي طلعنا من اذا من اول بارامتر. هسه الاكشن اللي بدنا نعمله اللي هو الاسترتش اكشن زي ما تعلمنا قبل. خلاقي الاسترتش اكشن هاي، وهنا خلينا نكون دقيقين مشان نعمل الويندو تبعت الاسترتش اكشن، انه ناخذ هذا الكرسي. اول شيء هون بقول لك سيلكت بارامتر، سيلكت بارامتر هاي البارامتر تبعي، بعدين سبيسيفاي بارامتر من عند هون بدي اعمل اللي هي البوينت سيلكشن بوينت تبعتي، بعدين هون خليني اعملها زوم. هسا انا بدي ابلش اعمل الويندو تبعت البارامتر، ونكون حذرين جدا هاي الويندو هاي هيك انا عملت لها سيلكت. خليني اطلع من هاي اللي هي الاو سناب. هسا بقول لي كمان ويندو، زي ما انتم متذكرين الاسترتش بدها اثنين ويندو، فهاي الويندو الثاني تبع الاسترتش، بس بدي ادير بالي انه هذول الكراسي بديش ادخلهم في الاسترتش، انها تكون بعيده عن ايد الكرسي. بضغط زي هيك، هاي الاسترتش بارامتر انا حددته، عملت سيلكشن للاوبجكت تبعتي. خلينا نضغط انتر. هسه خلينا نعمل تيست لهذا البارامتر تبعي، اشوف شو صار عليه، واعمل سيلكشن لهذا التيبل. طبعا لما اعمل تيست على السريع هذه بتروح على تفتح تاب ثاني معي خاصه للتيست، اشوف هاي الانكريمنت ممتازه، تعطيني انكريمنت لحد 120 انش، كل شيء تمام.
وهي الاستريتش كوماند جاي عندي ظابطه. فاذا هاي اول مهمه خلصنا منها، خلينا نطلع منها. هسا اللي بعده انه انا كل ما بدي اجي اطول الطاوله لازم بدي كمان كراسي تنضاف. فاذا بهاي الحاله انا شو بدي بلزمني؟ بلزمني اللي هو كمان اكشن اللي هو اسمه الاري اكشن. هروح هون على الاري اكشن ونعمل سيلكت للبارامتر اللي هي هاي ديستانس، بعدين نعمل اللي هي سيلكت للاوبجكت تبعي. بدي اياه الاوبجكت اللي هم هذول الكراسي، خلينا نختار هذول الكراسي زي هيك، هذول بدنا اياهم، وخلينا نختار هذول الكراسي ندخلهم عندي في الاري. هاي عملنا سيلكشن للاوبجكت للاري. ديستانس بتوين الكولومز تبعت الاري نحن بنعرف انه الانكريمنت 24 انش، فبنضغط زي هيك 24 انش، وهي عملنا انتر، انضافت هون عندي اللي هي الاكشن الجديده تبعت الاري. خلينا نروح نعمل تيست لهذا الشغل تبعنا زي هيك ونشوف شو صار عندي. هاي البلوك من السلكشن فعلا هاي بنضغط، بس عندي مشكله انه هون تلاحظ انه في كرسيين متقدمات عليه. فشو اللي صار عندي هون؟ انه بهاي الحاله الاري اخذ انه هذول الديستنس هاي اللي هي ال 48 انش، شو في هون كراسي اخذهن ونزلهن على الاري تبعه. فهون صار عندي مشكلة وصار لازم شوي نعمل تريك صغير نلعب بالاري تبعتنا. فخلينا هون نروح على الاري هاي ونعملها اللي هي ديليت، بدناش اياها هاي الاري، هنعملها ديليت. هسا خلينا هذول الكراسي اللي هون مختارينهم، خلينا نعملهم ديليت لهذول الكراسي زي هيك، نختارهم هذول وخلينا نعمل اللي هم لهم اريز. هاي اريز لهم، ننزل هذول اللي تحت برضه نعمل لهم سيلكشن زي هيك، وهي كمان نعمل لهم اريز. هاي هذول الكراسي برضه شلناهم. هسا خلينا بدي اخلي هذول الكرسيين موجودات عندي بس، وخلينا ادخل الاري كمان تبعتي اللي هو هاي البارامتر سيلكت بارامتر الاوبجكت اللي هو بدي اختار عندي. هذا الكرسي بدي اختاره عندي، وهذا الكرسي بدي اختاره. خلصت من الاوبجكتس، هاي انتر. طبعا بدي اياها كل 24 انش الاري تصير، ان شاء الله تكون زبطت معنا. خلينا نعمل هون تيست للبلوك تبعي زي هيك ونشوف شو صار عندنا. هاي زبطت زي ما انتم شايفين، زبطت. انا صراحة خفت فكرت مش راح تزبط معي، فهيها كل مرة كل انكريمنت بضيف الكراسي اللي انا بدي اياها، وهذا الحكي ممتاز كثير. نطلع من التيست اللي عندي هون. هسا شو ضل عندي؟ ضل عندي اللي هي شغلة الباور ستيشن اللي هي بتيجي عندي اوبشنال. فأنا هون بضيف باور ستيشن مرة تكون فيزيبل ومرة تكون انفيزيبل. فمشان نشوف نضيف الباور ستيشن بنروح عندي هون على الفيزيبيليتي. بس قبل ما نروح على الفيزيبيليتي خلينا نرسم أول شيء الباور ستيشن. بنروح هون على الهوم، نعمل هون ريكتانجل صغير زي هيك. هاي المود هذا مخرب علي شوي، خليني ألغي هذا اللي هو هذا الغي. ما زبطت معي. فاذا خلي يكون هذا الباور ستيشن يكون طوله 8 انش تاب ب 4 انش. هسا بنعمل له موف من هنا. هاي الاوبجكت اللي بنعمله سيلكت، هاي النص تبع الهاي وهاي نص الطاوله. هسا هذه لازم تكون دائما تضلها بالنص، فمشان هيك بنروح هنا على الموف اكشن، نعمل سيلكشن لهذا البارامتر. بعدين بقول لك سبيسيفاي بارامتر بوينت، هاي البارامتر بوينت تبعتي هون لازم تكون، وهاي الاوبجكت عملنا له سيلكت. هاي هذه زبطت. بعدين بنروح هون على الاكشن، بنروح نشوف البروبرتيز تبعت الاكشن. هاي البروبرتيز، هاي الاكشن. بعدين هون بنعمل انه المسافه تكون عندي نص المسافه، نطلع منها زي هيك. وبعدين هسا خلينا نروح هون على اول شيء خلينا نتاكد نعمل تيست لها قبل ما نروح على الفيزيبيليتي. هاي الاديتر خلينا نعمل تيست لهذا البلوك نشوفه. تنتقل مظبوط، هاي الباور ستيشن هاي قاعدة تتحرك معاي، كل شيء تمام. فاذا هسا بدنا نعمل اللي هو الفيزيبيليتي بارامتر. نروح هون هاي الفيزيبيليتي بارامتر، بقول لك سبيسيفاي بارامتر لوكيشن، هنحط اللوكيشن هون عشان الطاولة تكون في منطقة لما تصغر، لأن الطاولة راح توصل لعند هون هيك. فخلي الفيزيبيليتي هون في المنطقة هاي.
هسه بنروح على الفيزيبيليتي بارامتر، هاي موجودة هون، طلعت لي هون عندي اللي هو الفيزيبيليتي ستيت. بنحدد هون تو ستيت، وحدة بنسميها باور ستيشن، ممتاز، هاي انتر. بعدين نيو اللي هو نسميها هاي برضه نو باور ستيشن، نضغط اوكي. هلا النو باور ستيشن هي اللي انا مختارها، يتك عليها، نضغط اوكي. بعدين من هون نو باور ستيشن بنروح على هذه الميك انفيزيبل، هاي ضغطنا عليها انتر، صارت عندي انفيزيبل. خلينا نعمل سيف هسه للبلوك تبعنا، هاي كلوز اديتر. وهسه خلينا نشوف شو بصير معنا، يعني المفروض انه صارت كل شيء تمام فعلا، هاي البلوك تبعي شغال 100%، وهذه الانفيزيبيليتي نو باور ستيشن فعلا مش فيش باور ستيشن. هسه مثلا بدي ادخل انا بلوك جديد، هاي انسرت، طلعت عندي هاي الكونفرنس روم، هنعمل زوم زي هيك ونحطها هاي البيك اب بوينت مطرح في الزاويه المطرح ما انا اخترتها ايام ما عملت كرييتنج للبلوك. نفس الشيء هاي هون الباور، الطاوله شغاله، وهاي البلوك جهزته، وهاي نو باور ستيشن. بهاي الحالة أنا هيك يعني اختصرت 8 بلوك في بلوك واحد. هسا مرات مش شرط إنه أنت تقعد ترسم في الطاولة والكراسي والشغلات هاي، تقدر على الإنترنت تعمل سيرش شو في بلوكس متواجدة للأركيتكت، لل إم إي بي، للستراكشر والشغلات اللي زي هيك، وتقدر أنت تعمل داونلود لهذه البلوكس وتعمل كرييشن بلوكس خاصة فيك. فمثلا زي هيك اذا بتروح على الانترنت بتعمل سيرش، هون مثلا في عندك اللي هو الام اي بي ورك، زي هيك تحت بتلاقي لك بلوكس للاتش فاك، مثلا هاي الاتش فاك هوك اب اوتوكاد، بتلاقي لك بلوكس معينه للديفوزر، للاف سي يو، للبايب انسوليشن والشغلات هاي. تمام، هون زي هون بتعمل داونلود لهذه البلوكس. في بلوك انا عملت له داونلود من خلال الموقع هذا اللي هو www.mebwork.com، يعني ان شاء الله بس لكم يعني للفائده، ان شاء الله ما يعملوا لنا بلوك جماعة اليوتيوب. هاي هي مثلا هاي الاول ان اي بي دروينكس، زي هاي انا من نزلتها. طبعا هنا راح تلاقوا بلوكس لعدة اشياء كثير، هاي يعني تقريبا اغلب الاشياء اللي تلزم الان اي بي. فمثلا هنا عندك هاي البلوكس هاي موجودة، هاي الفلكسبل والشغلات اللي زي هيك، تشيلرات ما تشيلرات واشياء زي هيك. فمثلا خلينا نشوف هنا مثلا هذول مثلا تقدر تشبكهم كلياتهم عن طريق الانفيزيبل، تعملهم في بلوك واحد، انه هو مثلا هذا اتوقع هذول ديفيوزرات، فهذه 6 باي انش باي 6 انش، 9 انش باي 9 انش، و12 باي 12، و24 باي 24. تقدر هذول تعملهم 1 دايناميك بلوك مع قصه الانفيزيبيليتي، فبتصير خلاص واحد ديفيوزر واحد، بتنزله على الرسمه تبعتك وبتختار كم من انش السايز تبعه وفكت خلصت. فهنا مثلا بتلاقي زي ما انت شايف كل الام اي بي بلوكس، مثلا هذول الوايات، هذول البايبات، اذا بتلاحظ هنا في عندك واي 100 ملم، واي 150، واي 175، هذول مثلا انت بطريقتك الخاصه تقدر تدمجهم كلياتهم في 1 دايناميك بلوك، وتصير بس تغير بس عن طريق الانفيزيبيليتي، مثلا تغير البلوك من سايز لسايز بسرعة. يعني بدك واي 50 ملي، بس بتختار بدي انا 50 ملي، بتطلع عندك ال 50 ملي عن طريق الارو، او بتقيس على الارو بتطلع لك مثلا بدك واي، بيطلع لك هو الواي برانش ال 100 ملي. فانت يعني تكون كرياتيف مع نفسك، وحاول انه انت برضه كمان تشوف الانترنت تتبعبش وتدور على بلوك تكون خاصة فيك، وانت نفس هاي البلوك تقدر انت تفبركها لدايناميك بلوك بحيث انك تسهل شغلك. مثلا تقدر نفس الشيء تعمل بلوك خاص دايناميك بلوك للمواسير، مثلا مواسير ال 50 ملي، مواسير ال 75، ال 100 ملي، شغلات زي هيك برضه تعمل لها دايناميك بلوك خاص لها، واشياء كثير 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 زي هيك.